بعد مطالب المواطنين، الحكومة تحسم الجدل بشأن مد فترة التصالح في مخالفات البناء. نظراً لزيادة إقبال المواطنين على المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمختلف المحافظات لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتسديد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم، طلب بعض أعضاء البرلمان والإعلاميين بضرورة مد مهلة التصالح لما بعد 30 من سبتمبر الجاري، وبلغ عدد طلبات التصالح 1,362,010 طلبات وفقا لتصريحات الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، والذي أشار إلى أن عدد المتقدمين للتصالح أكثر من 47,000 متقدم على مستوى المحافظات المصرية، وينتظر مخالف البناء تفعيل روح القانون ومد مهلة التصالح إلى فترة أخرى ليتمكنوا من تجهيز الأوراق والمستندات للتصالح في مخالفات البناء. وحسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الجدل بشأن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء والتي تنتهي يوم 30 من سبتمبر الجاري، مؤكدا أن التعليمات حتى الآن تؤكد أن آخر موعد للتصالح 30 من سبتمبر ولم تصدر أي تعليمات بمد فترة التصالح. وأضاف قاسم أن هناك 1,362,000 طلب التصالح في مخالفات البناء حتى الآن في مخالفات البناء. ووفقا لتصريحات المتحدث باسم الوزارة، فإن القاهرة تصدرت المحافظات الأكثر طلبا للتصالح خلال 24 ساعة الأخيرة، مؤكدا أن هناك أكثر من 5,000 طلب. ولفت إلى أن محافظة المنوفية تصدرت المحافظات التي بها حالات تصالح، يليها البحيرة والقليوبية والدقهلية، وأوضح أنه بالنسبة للمتحصلات فقد احتلت القاهرة المركز الأول لأن هناك 930 مليون جنيه تم تحصيلها من المواطنين. وأكد رئيس الوزراء الاستمرار في متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التي أقرت مؤخرا لمختلف إجراءات التصالح في مخالفات البناء، مشيدا في الوقت ذاته بالإقبال الكبير من المواطنين لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح، مشيرا إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو 2,275,000 طلب للتصالح. وجدد مدبولي التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف الذي ظل مفتوحا منذ عشرات السنوات وتوفير وضع قانوني لملايين المباني المخالفة.